لسه الشيبي عالية زي الركنية طويلة رأسية محمد حامد من ناصر مودي متابعة كريم حافظ متابعة خطورة كريم تصل ناحية محمود جمال ولكن دفاع من علي فوز أمامية نص الملعب ناحية رفيق كابو 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 والعرضية منتهى الخطورة تعدي متابعة سريعة من ديودار ديودار ورفيق كابو ديودار ودفاعات فريق بيراميدز لسه مع كرة ديودار عرضية على راسية حلوة من فتحي متابعة منتهى الخطورة عدى فات نصر مودي والهدف جول 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 الهدف الأول اللمسة السحرية بقدم نصر مودي يحطها حلوة 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 في التسعين على الشمال احمد دعدور عشان يتقدم الان انبي بهدف قاتل في الدقيقة 85 من نهاية المباراة واحد انبي لا شيء نادي بيراميدز هدف التقدم القاتل ادي العادة مرة تانية ادي الباك الشمال على طول الديودار يلعب عرضية ساحرة ثم الراسية ثم القطعة والخطفة والتصويبة الجميلة الله عليك يا ولد الله عليك يا ولد حريف حريف مهاري غير عادي محمد ناصر مودي يحطها حلوة في البعيدة هناك على شمال احمد دعدور عشان انبي يسجل الهدف الاول هدف التقدم مشاهدينا في الدقيقة 85 من نهاية المباراة بيراميدز على ارضه يعاني متأخر بهدف واحد مقابل لا شيء امام انبي وبيراميدز اصبح الان على مقربة من الخروج من بطولة كأس الرابطة المصرية من هذا الدور من دور الستاشر محمد ناصر مودي اللاعب الشاب يعمل انطلاقة ويعمل مهارة ويعمل لمة حلوة ويعدي حاليا في طوفان طوفان وضغط هجوم كبير من لاعبي بيراميدز من اجل العودة للمباراة لمسة وهجمة فتح عرضية خطيرة تعدي والهدف الله 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 جول التعادل التعادل لبيراميدز بقدم كريم حافظ العرضية العرضية الدواء تعدي بالجميع وعلى طول اللمسة الواحدة روعة الروعة بالقدم الأسرة بقدم كريم حافظ بص الهجمة بص الجملة بص العرضية الله عليك يا أحمد فتحي يلعب عرضية دواء بالقدم الأسرة ثم متابعة جميلة بالقدم الأسرة بقدم كريم حافظ عشان يسجل هدف التعادل هدف العودة للمباراة في الدقيقة مشاهدينا 88 من نهاية المباراة يا الله يا الله يا الله النتيجة الآن التعادل الإيجابي 1-1 تقدم انبي